أنا لقمان ديركي. هكذا حدثنا هردبشت. ألف سردة وسردر معي أنا لقمان ديركي. أصل الأشغال. الجماعة الذين يمارسون مهنة أبيهم متدربون منذ نعومة أظفارهم على بتأمر يا بي وحاضر يا بي لحتى صاروا مثل اليابي وتحققت كل الأحلام. لكن جماعة الحاضر يا بي ليسوا كلهم في شغلهم على مهنة الوالد سائرون، بل هم للوالد سامعون طائعون وبرضاه طامعون. يا ترى هون معون ولا معين، فاعل أم مفعول به؟ ليس مهما سوى داخل الإعراب، لأن محل هذا النوع ليس بالضرورة يدور في فلك الإعراب. فلربما الوالد يحلم بأن يرى ابنه باش مهندسا بعد نظرة منه لفيلم مصري قديم، وبعد أن اقتنع بأن إمكانيات الولد العلمية لا تؤهله مشان يصير دكتور. فإذا لمحه ليس بالذكاء الكافي لحتى يجيب مجموع هندسة، فلسوف يحلم بأن يراه محاميا بعد نظرة منه لفيلم أمريكي حديث. وما أدراك ما الحديث؟ فالمحامي هناك شفاطة مصاري. فإذا كان الولد كسلانا فإن حلم الوالد يتضاءل، وليرضى بنظرة إلى مسلسل تركي طويل بأنه يطلع الولد ممرض أو مساعد مهندس. فإذا لم يفلح بالدراسة بالمرة وكان طلطميسا لا يفك الحرف من بين براثن الكلمات، فإن نهايته ستكون صانعا عند معلم ما. وهات يا حلم بأن يصبح معلما مثل معلمه بعد إلقاء نظرة على مسلسل سوري اجتماعي فيه لحس الثقافة. دائما كانت أحلام السيد الوالد هي التي تمشي في درب المستقبل تبع الولد، وتحتها جسد هزيل أثقلته أحلام الأب، جسد من تلك الأجساد التي حققت على الأقل حلما من أحلام الوالد، أو تدهورت أحوالها بنص الطريق فصار الوالد بده يجره طول عمره جر، ومن بعد وفاته سيجره أخوه جرا وهلم جرا وسحبا وشرحا بإسهاب. دعونا نحلم كما نشاء ونتعلم كما نشاء ونتمنى كما نشاء، حتى لو اشتغلنا كلنا كتاب وشعراء. أصل الأشغال نظرة. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.